عبيد مسلم رئاسة مشترك لمجلة الصحة لمنطقة الطبقة. اليوم صار لنا يومين نشتغل بتركيب محطة الأكسجين، طبعا بعد سر تخريب وسرقة وحرق داعش للأجهزة المشفى الوطني والطبقة. طبعا ما ظل شيء بعد افتتاح كل أقسام المشفى، إن كان نسائية، جراحة عامة، جراحة نسائية، قسم أطفال، حواضن، إسعاف. طبعا كانت بينقص بالموضوع هذا انه عدم وجود محطة اكسجين. طبعا بالتنسيق بين لجنة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تم منح محطة اكسجين لصالح المشفى الوطني. طبعا أهمية الجهاز محطة الأكسجين تكمن أنه أولي كنا نلاقي مشكلة كثيرة بالتوفير المحط الأكسجين للمشفى أو القسم العمليات، وكان بيعلينا ضغط كثير، وخاصة لما نتيجي كان المحط الأكسجين أو الأكسجين مو متوفر بالمنطقة، كنا نقدر يعني نجيبه من منبج أو من رقة، يعني يكون الموضوع بيوشح موضوع تعب وصعوبة بتأمينه، وخاصة لما يكون نقل من مكان للمكان، وحتى كان بيعبء على المواطن بالموضوع هذا. حاليا لا، توفرت، صارت المحطة تغطي المشفى كامل، ونقدر حتى نعبي اسطوانة ثانية، نقدر يعني نوفر الخدمة للمواطن أكثر. ظل عندنا نواقص بالمشفى وبنوصل صفات زادين من ناحية أدوية وتجهيزات طبية أو أجهزة، يعني ظل عندنا بينقص. مثلا بدنا يعني حتى لو توفرت عندنا محطة الأكسجين، لسا بدنا انه نفتح مثلا قسم عناية عامة وعناية مشددة عناية قلبية، لأنه أغلب المرضين للحظة نحن قاعد نحولهم على مراكز ثانية.